رمضان كريم، اهلا وسهلا. انا الدكتور محمد محسن محمد الشاذلي، استشاري الطب النفسي. انا برحب بالمشاهدين لقناة اليمن اليوم. ان شاء الله يكون رمضان ايامه جميلة وسهلة وسعيدة، وان شاء الله يكون الايام يعاد عليكم الايام بخير في اليمن وفي كل الوطن العربي والعالم الإسلامي. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الصيام، شرع الصيام لغرض تعبدي، وفي داخل مع الغرض التعبدي ده في فوائد بتبقى للجسم بشكل عام عموما. يعني أولا تقليل الوزن بالنسبة للناس التخان اللي هم عندهم سمنة، بيستفيدوا ان هم بيقللوا وزنهم، وبالتالي التخلص من الدهون والسموم المصاحبة للدهون. الحقيقة كمان بيبقى التنظيم مستويات السكر في الدم، بالنسبة كمان للسكر اللي هو نوع 2 اللي هو السكر اللي بيصيب الشخصيات الناس البالغين، وتنظيم ضربات القلب. الحقيقة بيبقى السكر، الصيام بيساعد في تنظيم ضربات القلب، وبيساعد عن طريق ضبط الهرمونات بأنه ينظم ضربات القلب والشرايين والأوعية الدموية. لو هنتكلم على أنه الصيام أولا بيبقى فيه طاقة روحية، هذه الطاقة الروحية والتعبدية بتخلي الإنسان يبقى عنده قدرة على أنه يضبط نفسه، على أنه يسيطر على ذاته ويتحكم فيها، ودي بتؤدي الى الحقيقة النمو في جوانب الشخصية بشكل عام. يعني الانسان لما يستفيد وان هو يحاول ان هو يظبط ويحاول ان هو يخلي المشاعر بتاعته ويتحكم في الذات بشكل عام، دي بتحسن الحالة النفسية للإنسان الصائم بشكل عام يعني. وبالتالي هو بيبقى في حالة من الهدوء والسكينة اللي بيبقوا مصاحبين للصيام بشكل عام. هنقول بقى ان الصيام الحقيقة بيؤثر ايضا على بعض الهرمونات اللي بتنظم عملية وظائف الدماغ، زي الدوبامين. هرمون الدوبامين ده هرمون له تأثير على الشعور بتحسن المزاج والشعور بالسعادة. كمان ايضا بيؤدي الى انه البني ادم الهرمون الدوبامين بيقلل المشاعر السلبية، وبيقلل المشاعر المحبطة. كمان الصيام بيؤدي الى تحسين هرمون النور ابينفرين. هرمون النور ابينفرين ده له وظائف متعددة، من ضمن الوظائف المتعددة انه تحسين المزاج والشعور بالرضا، بيؤدي الى زيادة الانتباه والاستيقاظ، يؤدي الى ضبط ضغط الدم، يؤدي الى تنشيط ضربات القلب وتوسعة الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي بيحسن من وظائف القلب بشكل عام. في حاجة مهمة كمان، ان هو بيقلل الصيام بيقلل مستوى هرمون الكورتيزون
وده له علاقة بنسميه هرمون التوتر، له علاقة بزيادة التوتر عند الإنسان. فالحقيقة يعني الصيام بشكل عام بيؤدي إلى وظائف، تحسين وظائف الهرمونات في الجسم بشكل عام. نقول بقى إنه الحقيقة الصيام له برضو مزايا، إنه بيحسن الإرادة والصبر والقدرة على يعني الإنجاز المهام. يعني البني آدم بيبقى حاسس إنه هو لما بيصبر ويبقى إرادته كويسة بيؤدي إلى إن هو المهام اللي بيحاول ينجزها بتتم بشكل أفضل. وبالتالي فإنه الحقيقة ده الصيام ده يعتبر تدريب وضعه ربنا سبحانه وتعالى للبشر لتحسين السمات النفسية ولتحسين الأخلاق وللارتفاع بالسمات النفسية بشكل عام. الصيام زي ما قلنا بيساعد على تقليل التوتر والقلق، وخصوصا لما يكون الإنسان في حالة من الثبات النفسي، ده بيؤدي إلى إنه هو يبقى عنده قدرة على إنه يضبط أعصابه ويقلل من توتر أو الاندفاع أو السلوك الغير منضبط بشكل عام. الحقيقة طبعا إن هو رمضان له نظام معين، النظام ده لو اتبعناه بدون إسراف ممكن يبقى له فوائد. يعني مثلا هو البني آدم لو قادر يظبط نومه بشكل معين بحيث ان هو يعني ينام ويصحى قبل السحور ويتسحر ويصلي ويبدأ ينام شوية، علشان كمان يروح لعمله لو بيشتغل بدون يعني الحكاية دي بقى ما بيبقاش فيها إسراف. لكن الإسراف في السهر وقلب الساعة البيولوجية ده بيضر بشكل مش يعني بيبقى مش كويس، وبيضر بشكل يعني كبير على صحة البني آدم وعلى الساعة البيولوجية ومعدل الاستيقاظ والنوم، وبالتالي كمان الإنتاج، لأنه البني آدم لما يبدأ يصرف في السهر هيضطر بقى ينام في النهار، وبالتالي مش هيبقى عنده قدرة على انه يبقى شخص منتج. والساعة البيولوجية كشكل عام هتبقى مضطربة. رمضان مدرسة روحانية فعلا ونفسية، لأنها بتدرب الإنسان على الصبر، بتدرب الإنسان على ضبط النفس، على إنه الإنسان يحافظ على يعني مشاعره وشعوره، إنه يقدر يعرف إزاي
يظبط الكلام، يظبط الشعور بشكل عام، وبالتالي ده بيبقى لو احنا قدرنا ان احنا نستغل الحكاية دي بعد رمضان، ان البني آدم يقدر يظبط نفسه من ناحية المشاعر والتصرفات، فان ده هيبقى شيء مفيد جدا للنفس البشري. الحقيقة مشاهد العنف في المسلسلات لها تأثير سلبي شديد على الأطفال وعلى المراهقين، لأنها بتعتبر كأنها تلقين سيء، وتلقين الحقيقة بيبقى له مغزى، يعني لأنه طالع من جهة إعلامية وشخصيات إعلامية، فبيبقى له تأثير سيء جدا في تعلم وسائل العنف اللفظي والبدني والاعتقاد أيضا بأنه العنف البدني واللفظي ده يعتبر شيء محبب وشيء نوع من كأنه نوع من الشطارة أو نوع من السلوك الحميد اللي آخرين وممثلين مشهورين بيعملوه فيحتذى بهم للأسف الشديد. هو العنف مش مستحب الحقيقة، لابد من التعامل بشكل سوي وبشكل معتدل مع الأطفال، بحيث ان احنا بنوري لهم ايه الأخطاء ونتابع معهم ايه اللي المفروض يتعمل، ونعمل زي ما بنقول ايه الحوافز الإيجابية، وممكن نخلي العقوبات السلبية موجودة. يعني مثلا احنا بنقول له لو انت عملت كذا بشكل جيد احنا ممكن نكافئك بشكل معين، ولو ما عملتش يبقى مش هيبقى فيها نوع من العقوبة. بس انا لو احبذ العقوبات البدنية، الضرب والشتيمة او اللي هي الغير منضبطة دي، انا شايف انها تأثيرها مش كويس. التدخين بقى إدمان، لازم نحطه في بالمسمى الصحيح، ده إدمان. والإدمان إيه معنى الإدمان؟ الإدمان هو التعامل اليومي في لتعاطي مادة ما، ثم زيادة التعاطي حتى يحدث نفس الأثر اللي كان يحدثه قبل كده. يعني بمعنى ان انا لما باخد مادة مخدرة او مادة بتعمل ادمان بيبقى لها تأثير، التأثير ده بمرور الوقت بيقل، فلازم انا علشان احصل على نفس التأثير ازود الكمية. فهو طبعا التدخين بيعتبر ادمان. الحقيقة لازم ان احنا ياريت لو نعمل ايه، ان احنا ممكن قبل رمضان بفترة نبدأ نقلل كمية التدخين بشكل معين، بحيث انه لما يجي رمضان بيبقى الكمية اللي بناخدها غير مؤثرة
وغير يعني غير مجهدة بالنسبة للإنسان الصائم. يعني انت لما تكون مثلا بتدخن 20 سيجارة في اليوم، ممكن مثلا قبل رمضان بشهر نبدأ نقلل مثلا لحد ما نوصل ان احنا ندخن 10 أو 5 سجاير عند قبل رمضان، فيبدأ التأثير نفسه، بيبدأ تأثير الصيام مش هيبقى صعب يعني بالنسبة للمدمنين والمدخنين.